السلام عليكم. تعرف على حضرتك؟ مستشار ماجد الجزائري من بغداد. اهلا وسهلا بيك. النهارده بعد نهايه برنامج التخطيط الاستراتيجي المبسط مع مستر روبرت برادفورد رئيس مركز التخطيط الاستراتيجي المبسط في الولايات المتحده الامريكيه، بعد نهايه البرنامج واعتماد حضرتك في البرنامج كمدرب معتمد، ايه رايك في التجربه؟ حقيقه انا مش مدرب معتمد فقط وانما رجل اعمال. الدوره اضافت لي شيء كثير كثير، راح من ارجع راح اغير طريقه العمل، اضافت شيء كثير وخاصه اللي هي سميتها جزيره روبرت اللي هي تعتبر انتقاله والتركيز التركيز في مجال معين والابداع. رائع. حضرتك شايف مين ممكن يستفيد من البرنامج؟ فئات من الناس. بالنسبه ان احنا انا اتكلم عن العراق وعن بغداد، احنا بحاجه الى هذه الدورات وخاصه المؤسسات الدوله الوزارات عامه، احنا بحاجه الى تخطيط استراتيجي، بحاجه الى صناعه ناس يفتهمون بهذا المجال، يبدعون بهذا المجال، يكون لهم حضور وتاثير بالمجتمع وتغييره من حاله السلب الى الايجاب. جميل. اسمح لنا ان شاء الله نشارك رايك ده مع اخرين يستفيدوا منه ويتعلموا منه. اتشرف واهلا ومرحبا بكم وشكرا للمبدع الاخ العزيز الدكتور مصطفى. الله يكرمك، شكرا جزيلا وبالتوفيق يا رب العالمين. شكرا.